ونبي يري لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. هدي إيمانك وحق إسمه جري لها رقبة سأوصل الله لها وقعنتك سؤلي لها. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان واضعا يده على سلمان النبي قال يا وراه ذا يري يدو قعنتي سا أي سأوضل صارنتي سلمان الفارسي. صحابيا الفارسي سيدا كم وقتا وهانين بيرشيان أصل أهان هلك أكيمي رنتي وهيدهان الباحث عن الحقيقة نن نرشي سي تاريخي صح بضن لك برنيه قفك مومك إنه بعدي قوب ودقاقا إيته إنه حق أباره حق وضالة المؤمن قفك مومك بعدي يسوي هلك أكجره أي رادينيه. سلمان قصتنا هذه هي الساعي أو قصة الساعي وراء الحقيقة الباحث عن الله بسد ننتنى ما أنت وأنك إساقه حقا بعد قوك وجري وحكي الباحث عن الله إلهنا باري الله حقا عبادة مطيشتا أي تهي واجب كلي ميان عدك الآن العابدين طلو يون نقن كرام محايا لي فرق فربضان إديما فربضان وقار أي سماوي أي شيكتان وانا أرضي أيهين وضدك أي سميستين بقولو ذو إله أقارة بأي سميستي إله نودو إليهن إله ديبا فالي والآميسيه إنو اللومي كدبنا للرادينية سادرت مركة لقار وقتيسي فصح بيدك وقال والله دبال دقا إله لومي وقرن ويا هلكي وكيمت وصل الله بان لها بيدك عبوديا. سلمان الفارسي وعمرك بادي قوب أقول دقاقي من هو الرب الحقيقي الذي يستحق العبادة واكي ربك ربتأ جرى جوغة متشتكلي إن لعبده عبادة الله برحته. قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قصدنا قصدي سلمان الله كرد النقداء فلنترك لسلمان نفسه فلنترك لسلمان نفسه المجال ليروي لنا أحداث قصته. بل سلمان أن أدينه سجل سده أنتيسة أن أدينه هاي نوريو دعدوي ككل الدون سوى جهد القصيدة لحريت فشعوره بها أعمق وروايته لها أصدق أدق وأصدق درين كيس أي آدي أدو حال دير رواية دي سنة تاسع دقيق سن أو رنشيقس بضان أفجوغن اللو ما أديغو إساقا مرك أدينينا. قال سلمان سلمان بوحي المرك كنت فتى فارسيا من أهل أصبهان وحانها ويلدن يرى او فارسي او بيرشيانا او كسو جيد اسبهان اسبهان انا اسفهان هداد نقشي ومقالة او دحيسة او كتال طهران ايران كتال او دحيسة طهران ايشيراز مركوا حقا ايران لولو دحي طهران ايشيرازنا وايها تأم ظهران من قرية يقال لها جيان وسجار وغسو جيدا مقالها لك كتال ومقعيد ويهي جيان لكم مقعابه وحيري وكان أبي دهقان القرية أبهي وحو أها وذيق مقال ذا إيتول ذا إساق أها وأغنى أهلها غنا وحونا أها ننك أبوتها ناتسا أبوها انتظبضا وعلاهم منزلة مركي درجة قارسي سنة هنا نيكا او درجة سريوها سلمان مركو حقوش ياغي هالك او كيمي إرارك او كسو جيوده يعبيه عدة ويهي غير سلمان وكنت أحب وكنت أحب خلق الله إليه منذ ولدت النوحانها
uunka ilaahay qofku ugu jecel yahay laga bilaa maalinkan dhashay oo lay dhalay. Tuma maa zaala xubbuhu lii yashtaddu wayazdaadu cala alayaami xataa xabasanii fi lbeyti khashyatan calay. Kadibna aabbahay jacaylka uu ii qabo maalin maalinta ka dambaysa waa uu sii kordhay, waa uu sii adkaanayay ilaa heer uu gaaray inuu guriga igu xabiso isagoo aniga ii baqanayd. Ilan baqdin yacni jacaylka wuxuu keenay in wax walba iga ilaaliyo guriga inuu ugu xabiso, uu yidhahdo meel uma dhaqaaqi kartid. Kamaa tuxbasu lfatayaat, sida hablaha guriga loogu makhabiyeeyo oo loogu xabaaso yidhahdo ma dhaqaaqi kartaan, iyadoo laga baqayo inay fitna ku dhacaan ama lasoo hunguriyeeyo. Haddaba waana sida caadada ah, nebi Yuusuf qisadiisa markaad u baxdid, Yacquubba waa garan kartaa, sida nebi ilaahi Yuusuf ugu dheganaa calayhi salaam, ilmahana xataa adoo ilmo badan dhalay haddana ka noocan ma aad dareemeysa inuu qalbigaagu xigo oo aad ka ilaalin badan tahay kuwa kale. Marka wuxuu yidhi aabbahay anuu adduunyada iigu jeclaa, uu ilaalin jiray ilaa heer xataa uu ii ogolaan waayo inaan dibadda aado. Waqad ijtahadtu fi lmajuusiyati, waxaan aad iyo aad diinta majuusiga ah oo diinta dabka dadkeedu dabka caabudaan oo diin dab caabudka ah ayaan aad iyo aad wuxuu yidhi ugu dadaalay diintaas, ilan diin majuusiya ayay iyagu lahaayeen oo ah in la caabudo dabka la caabudo. Diintaasaan aad iyo aad wuxuu yidhi ugu fara adeegay xataa gadawtu qiyama aw qayima annaari alatii kunna nacbuduha, ilaa aan ka noqdaba midka dabka u shida, dabka aanu caabudno, ilan dab baa la caabudayaa. Marka waa muaddin oo kale ama waa imaam oo kale. Salaada marka la tukanayo qofkii dad ka bixin lahaa ama markii salaada xilligeeda la gaaro ciddii adimi lahayd oo kale. Marku ire dabkaa la caabudo ayaan aad iyo aad ugu dadaalay ilaa aan ka noqday ninkii dabka horinayay oo dadka markaa u dhilinayay dabka. Wa uniita bi amru idraamiha xataa laa yakhbuwa saacatan fii layl aw nahaar, anaa la ii dhiibay oo lagu kallifay oo la ii wakiishay inaan dabkaa horiyo si aanu u bakhtiyin ama aanu u damin waqti uun habeen iyo maalin ba inuu sax dabka isaga ololo. Ilan dabka dad baa caabuday, dadbuu markaa dabku diin u yahay. Marka waxaa loo baahanya marka haddii de laga tago waxaa dhici karta dadku inuu iska bakhtiyo oo bimacnaa markii aanu olol iyo waxba aanu soo saaray. Marka wuxuu yidhi anaa shaqo ka dhigtay buu yidhi, anaaba la ii dhiibay. Marka sidiisa wuxuu ahaa nin diinka aad iyo aad u jecel. Wa kaana li abii dayicatun cadiima tadiru calayna ghallatan kabiira, aabbahayna business weyn buu lahaa oo wax badan ay naga soo galeen faa'iido fara badan. Dayicadu waa business, waa tijaaro. Tadiru calayna inoo keenta oo inoo dhalisa. Wa kaana abii yaquumu calayha wayajni ghallataha, aabbahay marka isaga ayaa arrinka kan u qumi jiray oo war ka warhayn jiray. Ilaan dabcan markii waa nin xoolo leh, dad baa u shaqeeya, halkaasuu tagaa maanta maxaad qabateen, maxaa lasoo ururiyey, xisaab xilka uu sameeyaa, faa'iidadii maanta lasoo helay, maxaa maynis la galay, lafaha soo haray. Marka aabbahay shaqada isaga qaban jiray buu yidhi, waynii ghallataha, faa'iidana isaga marka soo urursan jiray. Wa fii daati maratin, maalin maalmaha ka mid marka shagalahu can idhahaabi ila alqaryati shaagil, inuu magaaladii xagga ahayd businesska iyo tijaaradu naga jirtay inuu aado aabbahay waxbaa ka mashquuliyey. Ilan waxa isagaa laga rabaa maalin walbaba markii tijaarada amaba meheraddu ay shaqayso, inta waaga marka gobolka uu dhaco inta tago oo halkaa uu soo urursa wixii faa'iida maanta inta la helay dukaanka markan markan mar nin xoolo lehan uu ahaa. Wuxuu yihi maalin buu marka ka mashquuliyey. Faqaala yaa bunaya, wuxuu igu yidhi wiilkeegiiw, innii qad shugiltu can addayicati bima taraa, maanta tijaaradii waxaa kuu muuqdaa lagaga mashquuliyey. Fadhab ilayha, adiga bal dhaqaaqo halkaa tag, watawalla alyawma canii sha'naha, arrinkeedan adiga igala wareeg. Maanta adaan kugu ogaayo xisaab xerka iyo faa'iida ururiska, bal ka wardoon xagga iyo mehraddii. Fakharajtu aqsudu dayicatana, kadibna waan baxay anoo halkaa iyo halkii businesskeena tijaaradeena jirta u qasdaya. Wa fima ana fi bacdi aturuq aariiqi, wadada intaan ku sii socday oo ahayd inaan aado halkii tijaaradu ahayd ee meheraddu ahayd, marartu bikaniisatin min kanaa'isi nasaara, waxaan soo maray kaniisad
oo nimanka masiixiyiinta ay leeyihiin kaniisad weyn. Fasamictu aswaatahum fiiha wa yusalluun falafata dalika intibaahi. Kadibna waxaan maqlay codadkoodaan maqlay iyagoo tukanaya, arrinkaana dareenkaygu soo jeediyey. Tani wuxuu ahaa sida uu sheegay hablaha loo ilaaliyo, oo sida makhabiyaha u yihiin loo ilaaliyo, guriga aan ka bixin oo iska ciyaal maama ah oo aan soo bixin. Laakiin maalinkaasuu Janis helay markiiba wuxuu maqlay kaniisad ay dadka ku jiray ay tukanayaan codkoodu maqlay. Arrinkaa marka wuxuu yidhi markiiba tenshankaygu ayuu saa u soo jeediyey. لم أكن أعرف شيئا من أمر النصارى وأمر غيره من أصحاب الأديان حكم أقوم به نصارى يعتك للدين تيدا يديمها كلاب وروا منهي لطول ما حجبني أبي عن الناس في بيتنا يدعو عن تهي مدد لا يريد أبهي يقول يقول حبسي ويقول هم وي. فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم لأنظر ما يصنعون. Markii aan codadkooda maqlay baan u galay kaniisadii, baan galay si aan bal u eego u arko waxay sameynayaan. Binaadamku siisa oo kullu ish mamnuucin maruub, wax kastoo dadka laga celeeyo dadku way jecel yihiin. Marka tii waxay ugu baartay uu yidhi inaan xoogaa fuduulli noqdo oo ay iga dhigto inaan horta wax ka ogaada, kaniisadii baan galay. Falamaa ta'amaltuhum acjabatnii salaatuhum waragibtu fii diinihim. Markii aan saa ugu kuur galay baa salaadoodii aad iyo aad ii cajabisay buu yidhi. Diinkoodana waan jeclaaday buu yidhi. Ilaan wuxuu arkay diintiisa dabcaabudka mid dhaantu arkay. Da saf ku jira oo tukanaya ilaan inxiraaf baa ku yimid. Nacam, haa, diinta masiixi way isbadashay, laakiin asal ahaan waa samadaasay ka soo degtay. Marka middan majuusiga ah oo dadku ay samaysteen oo dabcaabudka ah kun jeer bay dhaantaa, hadal isweydiin ma leh, yani wax laisweydiin ma. وقلت مركا سامحا نربي والله هذا خير من الذي نحن عليه والله تنبا كوانا كسان دين كان بابا كوانا كسان وحا إنه أنه مصمينا كتاقا نهي أهدى بعابدك فوالله ما تركت حتى غربت الشمس إله بان كل أرتي ماشي كمان دقاقين بي إلا أقبلك وكان عادي وقرحت وكان عادي ولم أذهب إلى ضيعة أبي أبهاي شقدي وإيد رأي أهي تجاردي سيئنا كور هاي وكور دوننا وما بقى دقاقين بي. ثم إني سألتهم كدف ذاتي وإنترفيو إلى دقاقه سؤال بان ويديو حان كويري أين أصل هذا الدين؟ أين أصل هذا الدين؟ دين كان هالكو كيم يعني أصل كي سؤال كي تاء وكيم هالكو إني كسو قاري هالكي لك هلا. قالوا حين في بلاد الشام حق قائلوا كشام. ولما أقبل الليل هبينك مركل لقاري عدت إلى بيتنا قرقيني من دي بلاطي فتلقاني أبي يسألني عما صنعت كدي من أباه بقى إلى كل ما يسود ويديني وحن قبطي أباه مركا هالكا ما أنت سوغي ويري هذا ما أنت انت سو كن بالله سو قبطي دكان كان انتاس حربا حساب اسكو حيران فوائد إن لوكين. فقلت مركا سامح يا أبت إني مررت بأناس يصلون في كنيسة الله فعجبتني وحن صامر الضب كنيسة إليهم كنت كانيه salaadooda way cajabisay facjabani maa ra'aytu min diini waxaan kala kulmay oo diinkooda aan ka arkana arrinkaa uu iyaab geliyey wamaa ziltu cindan xataa gharabat ishams iyagaan iskala jooga ilaa gabalku ka dhaco qoraxda ilaa ka dhacday meelba ma dhaqaaqin. Marka maalinkii yahusha ii dirta halkaasi ku baaba'day faducira abii mima sanacat aabahay aad buu uga argagaxay wixii aan sameeyey waqaala ay bunay laysa fii dalika diini khayr ويلكي وحاس هذا دين مودي خير بكم مجرو دينك ودين آبائك خير من دين ترى ما أنت يستيب يمد أبوجا تاسع كون أحسن مركو أذيع مجوس إنما ذا لوين تي وكذا كنت أقول تم بأن الدين أنا قدر أفوحك. قلت كلا والله والله يندعين بني إن دينه خير لخير من ديننا دين كذا كان كون أحسن. فخاف أبي مما أقول أبهي أرنكا آنهري بكبقي اللي هو النينوين وحقال قرنكرا وخشي أن أرتد عن ديني وهنا كبقي إن الدين كي كان مجوسي كر الدوبو وحبسني بالبيت مركو هربو حرنا صوم هذا نقول حربي لكن مركا كان وضع قيدا في رلي لبضل الغضب حرب يجي حرب ما لهم رقاق مركا من سلسلة ذي سنو قلو كجب يسنبو النقض مركا أبو حكم مقتف من متشدد حجر إنه ها مركي تاجن تايبين تمجوسي جا ها
halkaasaa lagu xiray Salmaan al-Faarisi. Walamaa utiixad lii alfursa, markii fursadu ay ii timid oo jaanis aan helay, bacastu ila nasaaraa aquullo, nimankii nasaaradan farin u diro, waxaan ku idhi jaanis buu helay oo mar un dhalin, saa isagama xirnaanaya mar un buu laga furayaa maaragtay silsiladii uu ku xirnaa iyo xarigii uu ku xirnaa. Kadib jaaniskaasaan ka faa'iidaystay, buu yiri nimankii nasaaradan u qoray, waxaan idhi إذا قدم عليكم ركب يريد الذهاب إلى بلاد الشام فاعلمون هدي سفر كسي سعود حقا يا شام ودي ماذا يصور قليل مركا مركي بسلمان حدك سدي قرشاء إن وشام ميلان هين آن لقنين فما هو إلا قليل حتى قدم عليهم ركب متجه إلى الشام مدوك مسو وريقين إن يركدب سفر كواء ويمد وصفر كشي على شام وهلك الربيع فأخبروني به ويصور جليين وإيشاقين فاحتلت على قيدي حتى حللت كدمنا وان حال ضيستي حركيه وحرنا كدمنا اسكفر به وخرجت معه متخفيا حتى بلغنا بلاد الشام مركاسان رعي بيري يجي وان لبحي أنو أهدي أدسو قرنية إلا أنو كجارني ماشي بلاد الشام مركا سيدو ما ليسي وعلى حين غفلة من أبيه وأهل مدينته وضطك يا أبيه أني لسعن بو إنو إنتو اسم أسكرتي بوح الراعي دبكي هذي هلكي والربع وشام فلما نزلنا فيها شام مركا متقنون هلكا كنت دقني قلت حان من أفضل رجل من أهل هذا الدين يا واي واك كان أقوانا كسن وضطك الدين كان كنت دقما يعني يا وعي من بضم يا أبو ما عرفتي التزام بدن دينك كان قالوا الأسقف راعي الكنيسة نينك أسقف كأه الكنيسة دا مسؤول كأه طبعا وحي كالليهن درجات بي كالليهن لما كان نصارى ورجال الدين وحا قسيس با أقوها السيئة أسقف با كوحيقة مطران با كوحيقة مركا درجات أسر يسال لقارو ما عرفتي قسيس كان مركا لا يرادو نصارى دا عندها قسيسكو كسر رأيا مطران ما قال يعني طب ضلنا كهوسية ودرجة ما يشاس مركا يدو هل كان بعضا أسقفكي وآه كان يسد نيكا مسؤول كأه وما يشاس طبعا هذا مركا شيئين كاردينالس بيشوبس مقعيك لدون بريسس بريسس اي كلا ليهين مركا وكي نينك هذا كمسؤول فجئته فقلت له نينك إنتام إمدان الله حنر إني قد رغبت في النصرانية وأحببت أن ألزمك وأخدمك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك دين النصارى ذي إيجاد التبويرا جعل هذا فأنيك كؤري وعنا جعل هذا إنا أذيك كلازمه وأنا كفاروق كو خدميه كابرته كلت كذا طبعا هو لفظ يا مركا كان وشيخي أبوينا كان يسدى وعالم دينات كأها من كابير ما أنت لغب بالله إنا كو خدميه الربع دسدي عبد الله بن مسعود والنبي هو خدمة سيدي أنس هو خدمة وجدت كن روحه هي سلمان الفارس ونن دين جعيل كجد أنت فقال ادخل صاق البيض فدخلت عنده وجعلت أخدمه يعني كدبنا وحمد الله بأن خادم النقض جعير النقض ثم ما لبث أن عرفت أن الرجل رجل سوء إن المركان جو قبل وحيس أبو حدي نينك كان أي كشيء جاين عالم ديناتك وذو جودة ودينتك قدم بيان نين حن إمية فكان يأمر أتباع بالصدقة ويرغبهم في ثوابها فإذا أعطوه منها شيئا لينفقه في سبيل الله اكتنزه لنفسه ضدك أيوم وفرج لنا صدق الله بحان ونجعل لي سنجل أنتو كبوا الريو وريال الله بحايا يا يبوها ينو له مركو كأور الريو وجدكم وها إن في سبيل الله الغب إلى صدق الله الله تعالى قال إن السيو اكتنزه لنفسه إسايا كي تنجري ولم يعطي الفقراء والمساكين منها شيء ذاتك فقراء المساكين دنيرت إذاتك تبع عليه سنة حق أولا وإيجا مقعو وإيجا لو أريو حبك مسجل حتى جمع سبع قلال من الذهب إلا ككل مي إلا يتضبك سؤاد يدوه هو ومركة ذهبه مالبو إكتي سايا أرر صدق ضد كم حكاك أرريا ضد إبعتي سنبا جريكان حالها
فأبغضته بغضا شديدا لما رأيت منه. بان وقع عروضة كبيرة ما كان أركي فلك كان أحن العقد ضد مقعود القصة أورونيو كدين ما الله بيغاني. ثم ما لبث أن مات فاجتمعت النصارى لدفنه كدينه نكي قفراجة ما لها نجري سال الجاري بودن تبيري نكي عالم دينات كبار دنتي نصارى إذا مركز صار الرجل ولا سجيم من إلا حب على مر. فقلت لهم مركز سامح نري مركي حواشي اللي جوه قول الرب إنك إن الأسطرة إن صاحبكم كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جمعتموه بها أو فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيء. نينك كان شيخ وارك تام عالم دينيت كين وذيقين أسقف كأه صدقوا بح لبحوا إذا نهي جلس تقدر بح صدق وانا إذن كبورين جري مركات ولاتي ما دانا إساقا للي حنجري ملبكو كي تسنجري مساكين تاعد وقلت لقشان ويقدرتوا دوضي أبو خدين مسين جرينا لصعدوا. قالوا من أين عرفت ذلك؟ وهكذا كانت شيء كذا كيف أقعت سيك أقعت قلت أنا أدلكم على كنزي الرعى الدرع أن ينتسع هل كو حقوق يستيق لأنك موقع أن يرى ولجوا جاء فلا تنكس على مرخي مفارقه. قالوا نعم دلنا عليه هذا بأن كان مصاتس فأريتهم موضعه حلقة وكنزي جاءوا يال ماشي وحكوا رسنجني ما تصبي فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة الكاسي في كلا صبحان تضبط جرؤات يدوهون وكبوا الذهب يقلم سوق الجرة. فلما رأوها قالوا مركي أركان بوحي لنا والله لا ندفنه والله لا ندفنه ما بحب علينا السوق الميلة ثم صلبوه انتي دلدلين ورجموه بالحجارة نكحان كلا الدالين شيد بيولا دقاق المركة السوق الميلة انت قرر للصري أي مركة نكحية المركة يا كشف أرنكاس سلمان الفارسي. ثم إنه لم يمض غير قليل حتى نصبوا رجلا آخر مكانه مدو مركة كسو ولكتبوس كيسي من كلا لكيانة نصبوه من كلا ماشي لسو استعدية لكيانة فلازمته كيما دانسية وكلا أن لقطة لقطة أصارة مفارقينه إذن قعيرا النقطة بيلي يعني طبعا أسقف كيما أنت متكلا لقم بدلي. فما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا ما أركين بيرنين كالدنيا نعب من زاهد بوهاب ولا أرغب منه في الآخرة إذ كآخرة جعلنا ولي ما أركين بير ولا أدب منه على العبادة الليل والنهار قف كعبادة بضن عبادة كالدائم بضن ولي ما أركين بير هبين إيمان عبادة أتاقهم بير فأحببت حبا جما من كان أدبا ورد عبير أدبا أجعل هذا وأقمت معه زمانا وقت بضن ولد قنام. فلما حضرت الوفاة قلت له نيكي مركع نركي إنك الدنيا كيسي الصعوبة وحرارة ونقضي وقيري دي سيلا قاربا وحن كؤلي يا فلان هبلو إلى من توصيني به إلى من توصي به وياد إيدر دار مسا كل يدوى سعطاي وأنكو أركائنا مرض الموت حداد حرارة إلى من توصي به ياد إيدر دار ملهي ومع من تنصحني أن أكون من بعدك يا سي يقولت هلين لهي إن أن وحكر رسول لجوغ أذي مركة ديمتي بدلك يا نقنكر. فقال وحيري أي بني ويركيو لا أعلم أحدا على ما كنت عليه مقرا ميعد أن ما أنت كووشا كله وحن ما أنت أني كسو غنا هاي دينك ما أنت أنا سعيد أن كشي كرمالها إلا رجل بالموصل من ريان موصلة العراق من كابا جربيل هو فلان مجيسو إشي قبيل لم يحرف ولم يبدل فالحق به فالحق به منك وفر الدينك ما أنو قلع من بدل سلا أيته دينك أقول ما بل فالحق به أدو حلال أوتك. فلما مات صاحبي طبعا مركي أقول انتهى دانا منكي ونكي طبعا هذا أقدر دار مي لحقت بالرجل في الموصل وان بحيب بير مكاسان وحان هذا منكي موصل دقنا. فلما قدمت عليه قصصت عليه خبري وقلت له اسنا مركان اتقيبا وركي ورمو قصدي دون اشي مركان سامحا كويري ان فلانا اوصاني عند موتي ان الحق به هو البائي دردار ميو مركو بمان يقول دردار ميو ان اديك كسور رسو كسو حلاله واخبرني انك متمسك بما كان عليه من الحق وثون اي شيء ان ادنك لقنتهي
حق اسد وكتاجنا دين كيس انه دين كوية. فقال ما كان في لينك حبيبي اقيم عندي هدر الى الجو. فاقمت عنده فوجدت على خير حال اسنوا لجو بروحها من ادي دون اكسن حالد دون اكسن ما كلا كل مبر. ثم انه لم يلبث ان مات اسنا ود انت بيلي. لكن فلما حضرت وفاته مركي جيريدي سلقاره اسنا وحرار وكان كغارسيه وقلت وحان كويري يا فلان لقد جاءك من امر الله ما ترى لامرك الهي بك صهر لي وحين لها كاغا مغضه وانت تعلم من امري ما تعلم ادنى ولي اكتهي من حق رادي سئنا انا هدين قوبة فالى من توصي بي يد يدر دار ملهي ومن تامرني باللحاق به يا سيفر الهي انا حلاله. فقال اسنوي في لي اي بني ويلكي والله ما اعلم ان رجلا على مثل ما كنا عليه مقرا كالعيد ان ما انت كوش وكو اراده دين تيدو كالو هيس الا رجلا بنصيبين مجال داس او مجالو او ما اركتي مركا لغا سو بخو موصل او شام بوشي سوده او موصل ايده كفوق يعني سلح ما مضى الله سوده مجال دا نين جوغا ايا جربي هو فلان مجلس وسيف الحق به بل هلال ادريس كي سواك. فلما وجب الرجل في لحده نينك مركا ايل كلا دغاي والحبالي لحقت بصاحب النصيبين يمكن نصيبين دقناء ويتم ماذا آذين بيلي وأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي وكنا ونشاقي إيه منك دردارا كيسي يعني هل بقى لك على دردارنا أما يو معركتي إلا صوت دردارنا إلى منك آت. فقال لي ما كان شهر أقيم عندنا عندما نرجوك. فأقمت عنده فوجدت على ما كان عليه صاحبه من الخير من كانوا حقيقة مغضب يلي لبادين نين وهذا كي موصل وكو أركي كي كي هرا لغو بدلي دين كي كتاك نايون وخيرا إن كتاك هي مقتب. فوالله ما لبث أن نزل به الموت إسنا قريد سال قاربي. فلما حضرت الوفاة وانك قارسي يبير مركي حرارك ونقضي وقريد وإي كتمد انت صنف بحنبان قلت حانري قلت له لقد عرفت من أمري ما عرفت فإلى من توصي بي ولوقتهي حالك يوحو يهيئي من حق رئيس إنا نهاي أدني أدئي دردار من الهي. فقال أي بني ولكي والله ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعمورية من أن إسلاي هاي دين تأنك أن كتاك نين أني أصحاب تيدا وإنت بعدك كو دردار من يسي أن إسلاي هاي دين هاي استاجر تمجرته إلا من رأي عمورية مويان وعمورية الكاس فالحق به هلك حلال انك هو فلان وهبل فالحق به. فلحقت به واخبرته خبري اسنا ان كان اتجين حلالي بان مرت الشيء. فقال وفي اقيم عندنا نلجك الدبر. فاقمت عند رجل كان والله على حد اصحابه وقد اكتسبت انا عنده ببقرات وغنيمه الى ما قدرت انك لجوك بي او كنت دينتي اصحابتي سيكي نصيبين جوغي كي موصل جوغي كي كلمة الذي كو أم كم بالله بي فرنين كا انت أن لجوغي وحايوه اليا بويري قاليها كالوسو كدون وحايوه اليا بويري اكتسبت عنده وقد اكتسبت أنا وأنا عنده انت أن جوغي وحان هلاي بويري بقرات وغنيمة أما وغنيمة أن لجي ذا وحان هلاي بويري الله يرد يأر يربان اسكدو ذي بويري halka mina xoolo marka samay Salmaan al-Faarisi marka sidii hore ka marka uma jeeb marna in yaro marka ma aragtay xoolo marka isku aadistay la iyo ari iyo wuxuu heli karo. Thumma ma labitha an nazala bihi ma nazala bi ashaabi min amri illah isna tir rabbi ba ku timido sida ashaabtiisoo kale ayaa geeridi ku timid. Falamma hadaratu al-wafatu isna marka ay naftu naf bihi rabaan qultu lahu waxaan ku iri إنك تعلم من أمري ما تعلم إلى من توصي بي وأدعوكتها حال كيغا من حق رادي سئنا أنها يا دي در دار من لهي وما تأمرني أن أفعل محا سئفار لهي إنا الصمير. فقال وحر يا بني والله ما أعلم أن هناك أحدا من الناس بقي على ظهر الأرض مستمسكا بما كنا عليه إلى من كنا أرتي مقرانا إنو جرمانتا قف أرضا قوت كذا كنول او كل دغن دينك انو ان كل دغنين اني اسحابتي halka marka waxa dhamaada nimankii ay su dardaar biyo nasaaradii cidna marka wax soo hara marka amal.
ولكنه بيقول حسي يا شيخ قد أضل زمان وحاسو دوالي وقتي يخرج فيه بأرض العربي ديغان كاي عربو أي دكته وكسو بحي نبي يبعث بدين إبراهيم نبي دين إبراهيم للاسو صار دون ثم يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل بين حرتين ونكسو هجرون دونا قولك ودقنا ديغان كي ساء أو مكاء وحيوسو هجرون دونا قول تمر بيرة تمرات له ونضح بين حرتين حرتين ولقح هذا بدو أحجار تحرى لقوم على قف المدينة المنورة مركز حرم كأو حجاير عبار في السعودة إلا منطقة الحرة والطبو ولقح مدو قول مدو هو وله علامات لا تخفى نبي قاصب حضاننا وقول أستامو أن قرصون الكريم كو هذا نقول شيء جاي فهو يأكل الهدية وهي هدية هدية الله كان وعنيا ولا يأكل الصدقة صدقة معون لبو وبين كتفيه الذي سجرباد أنت أقول حيسن خاتم النبوة وحاك صورا نبي لماذا فرجشي جيدا فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل هذا كري كتب لولكا عرباد أو كسر بيح الدون ننكاس بالهلال أوتك ثم وفاه الأجل ننكنا صعب كل انت فمكث بعده بعمورية زمنا هل كي عمورية أهيد بان عبار كراغي إلى أن مر بنا نفر من تجار العرب من قبيلة كلب إلا أن نغي مادين ضد مصافرين وعربة وكسر جيدة قبيلة وقوم قعب كلب فقلت لهم نمكي سفر كأها سعلاك الله الله وحان كويري إن حملتموني معكم إلى أرض العربي أعطيتكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه حداد كحيسان قلوك عربتا أدي جيسان لا أظن أن وطئيو يريد أن يرى أن وطه غنيمة مركة غنيمة مركة وحايدين أن بالرئية أن وطه طبعا إنسينا فقالوا مركة وحايدين نعم نحملك فدبناك وكحينين قلوك حنباري يا صبح فأعطيتهم إياها وحملوني معهم حوله من سيجي ونوليجي مركة وترسبطي كرع الهو وإيك حينبري حتى إذا بلغ وادي القرى وحي وضعن بمركي لجاري توك لغم عوادي القرى وتوك لحي مدينة المنورة إيه شام لكن وحي حقا حقا مدينة حقاية غدروا بي وإي خيامة ينبري منك عربتها وباعوني لرجل من اليهود مركاسي وحي يقبعين سيدا إنا أضانا هاي ني يهود بيقبعين منك بن آدم كاسيدي سائيا لبيعي للسوق جاي فالتحقت بخدمتي طبعا مركات أضان نقطت وقفنا أهو كتروح تقول خصبانتها إنا الخادم النقطت وحين نقطة مركة إنا نقضة من سيرفنتي وأضان نورك وشقيست ثم ما لبث وهو ماشي إسكت جوه قبل ومده أنك يهودا إلا يهودي ما لقى مدى قاعد كالتوالا وقاتل قفك مركو أضان ونقضان واسيدي حواليه أوكالا ما المآدي كذا أحكام كلا كدو رابس وحيله ثم ما لبث أن زاره ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه كدي من روحها صواب بقضي نين إن أذيرك يوراب بن قريظة كيبا هدانا عنيك إسيك كتي إلا نحوال ونقضي سلمان مركتا ونقلني معه إلى يثرب مركز حق مدينة إجي إلى بماشا مركز وحكا والدمع جل وعلا والله دمع سن فرأيت النخل الذي ذكره لي صاحبي بعموري ماشا مركز أنت يا مدينة النورة أيان نحن أركب بيرتي ميراتي ويشاقي نينكي أودن بي نصراني عموري لول كاس مركز تكتب واحد كو أركب دون طوحة تيبا أركب بي وعرفت المدينة بالوصف الذي نعتها به مدينة نوان قرتي بيري إنا يبتهي سفدي إتلمانتي ويقشى يقول ساس وكلا وبيرة تمرال له وبين حرتين المدوءة وقول عراكا وله بل تجد أن تمر في رسيد وإله كدير وحير مركة فأقمت بها معه هل كاسان لجوه ونكي راق رادائها أيهودي عام طبعا مدينة نورنا وحد جنا يهود وسوجر بني قريظة بني قينقاع بني النضير صدح هذا قبيلة أووين هالكاسي الدجنان وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يدعو قومه في مكة
nabiga sallallahu alayhi wasallamna inta dacwada ku jiro makuu joogay sallallahu alayhi wasallam. Laakinani lam asmac lahu bidikrin, laakiin wax warkiisa sheegayo ma maqlino. Linshigaali bima yuujibuhu calaya riq, ilanin addoona wey addoonnimada waxaa igu waajibinayso nin maantan arigan foofi arigan sooci xaggasa arkan xal leeyahanahay nin la leeyahayna marka xorriyad marka ma jirto, marka meelaan warkiisa kala socdo ma jirin oo nin la haystaanahaa bu. Uma maa labitha marka an haajara arrasuulu ilaa yathrib sala allahu alayhi wasalam, kadibna in yar kadib marka halkaa waxaa ka muuqata Salmaan wuxuu halka tegay intuusan nebiga soo hijrooyin, in yar kadibna nebiga madiina soo aaday bu yidhi fawallaahi innahu la fii ra'si nakhlatin فوالله إني لفي رأس نخلة لسيدي أعمل فيها بعض العمل إله بان كل أرتي أنا صارا بيري جيت تمرات لأنتي سسارة قوت كي سسارا أو سيد كي هولو إيد دري أو تمرت صادر إيا معركتي وحكو الضبال شقا قبنا بيري وبارتي لحيرت وسيدي جالس تحتها نينك أني سيد كي أح abaankayga ah ee aniga isoo gato masterka ii ahna uu hoos fadhiyo id aqbala calayhi ibnu cami lahu, nin in adeerkiiba u yimid. Marka Salmaan marka beerti buu ku dhex jiraa fiidaas buu dul saaran yahay oo geetimiraad waana aragteen geetimiraad cusub u dheer yahay halka anoo saaran oo odaygii aniga ilahaana uu hoos fadhiyo hoos harsanayo ayaa in adeerkii u yimid. Wa qaala lahu qaatala allahu bani qayla بني قيلة مركب بني قيلة وحل يسكون له جري أو شيء خزرة هو الصعود أنصار لبدر رضى بني قيلة يسكونها الله لعن ذبي والله إنهم الآن لمجتمعون بقبة حتى يشير كل يبي وكل ما يمشي قبة أحد قبنا طبعا مش مزبور يمشي لقد يسوي عن صوت صامر على رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعم أنه نبي وحين أشريان نن ما أنت أيمد oo usoo halkooda yimid oo sheeganaya inuu yahay nebi nin maka kaga yimid bay u shireen buri halkaasay ninka halkaa kusoo dhaweyneen halkaasay ku shirsan waa niman markaa soo dhaweyn ku mashquulsan ninka u yimid waa nin lahay nebi maana famaa an samictu maqaalataha biil xataa massanii ma yushbihu lxuma, markii ay dhagahayga ku dhacday oorahdaas hadalkiisa markaan maqlay ayaa waxaa itaabta buri sida wax qanna in qof ay taabato oo kale wadarabtu xumad baa iqabato buri wadarabtu daraaban shadiidan wadarabtu idaraaban shadiidan, markaas aniga dhan saa u jareeyey oo baraanbaray xataa khashiitu an asquta calaa sayidii, waxaanba ka baqay ilaa meel saru saaran yahay inaan ka soo dul dhaco ama ku soo dul dhaco ninkii sayidkii ah. Wabaadartu ila nuzuuli can inakhla, markiiba si degdegan kaga soo degay buri geedii. Wajacaltu aquulu lirajul, سلمان سيد نيكا كان دبا قبطي نيكي واحد كله ماذا تقول ومحلل أعيد علي الخبر يقو سعيل. فغضب سيدي ولك مني لكمة شديدة انتو حناقي نيكي سيد كي أهاب مكاسو فير إلا قسي بي أد حبا. وقال الحويري بي ما لك وله ولهذا أولي نيكا محا شقا محا منها حرك الله لذا انتو ما لك ولهذا حكا قدانا عد إلى ما كنت عليه من عمل شقا هذا الخبر والله ببح أبصاه وشاد هول بالغو الدري وحان الغو الدري سنها فرق عشان. ولما كان المساء أخذت شيئا من تمر كنت جمعته قبل كم ركو نعي كدي بان وحان هراء أسيقاتي تمر يران هالكا كأروس إلا انبارتا أو كشق ياي وتوجهت به إلى حيث ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم مركزان وحان لا آذن وأن أبارين halka uu nabi maxamed ku soo degay. Fadakhaltu calayhi, markaasaan u galay waqultu lahu an ya rasuul allah, waxaan ku yiri buu yiri inahu qad balagani annaka rajul saalix, waxay soo gaartay inaad tahay nin saalix. Wa macaka ashaabun laka ghurabaa duu xaaja, waxaana kula jira dad oo asxaabtaada ah oo iyagu ghuraba ah oo dad musaafiriin oo gariib ku ah dhulka kan dabuu xaaja dan yaro iyaguna noocan ma baahi ahayso. وهذا شيء كان عندي للصدقة انت يربا سوء ويصدقنا ونقوط لقلب فرأيتكم أحق به من غيركم وحان إن أركينا ندك لك جنب ذنتين سلمان مرك حقا وحبو كما أها إلهي درتي لك وهو باريا. ثم قربته إليه مركا سان نبي قاستك سوء قليب
فقال لأصحابه أصحابي النبي صحبت سلها الله وحيره كلوا عنا وأمسك يده وقعنتي سنديبه ولا قرته فلم نأكل النبي معنا صلى الله عليه وسلم لكن في الإنك عنا. فقلت في نفسي مركز أنا سيري هذه واحدة على مدى كواد واضح يسا سلمانه ومعوك سيري منك عمرية جوي صدق هذا معنا. ثم صرفت أخذت أجمع بعض التمر هذا نوع بحي مركز أنا تمرك لسوء الريبي. فلما تحول الرسول من قباء إلى المدينة مركو النبي كسو قولي قباء ومدينة آذي ومركي قولي قال لسوء دقي أبو أيوب الأنصاري جئته فقلت له انت نويمد ما حنكو إري إني رأيتك لا تأكل الصدقة حنكو أقاذي حنكو أركي إن صدق هذا آذن عنين وهذه هدية أكرمتك بها تنوى هدية أنكو قوما موسيء بلواتا كسو دوه. فأكل منها وأمر أصحابه أن فأكلوا منه النبي صلى الله عليه وسلم في هدية أن كوما قعابي وعني صحابة ينوي في العون إذن كان. فقلت في نفسي هذه ثانية على اللي وعد عيسى سلمان على مد الله بعض. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم كده رسول كان نويمي صلاة ربي وسلام عليه وهو ببقيع القرغد السجود ماشاس وامل المدينة نورة كتال ورنتي بقيع وطن جرنكرتا وماشا ذاتك الوحى بال حيث كان يواري أحد أصحابي هل كاؤو من سحابة كمد الوحى بالي فرأيته جالسا وعليه شملتان وحانا رك النبي هل كاؤو فديو لو قو ساو حرم دا شملنا وصومالي والدها ومرك وقو آدي الوء ذكيهي نوعا ما وشالكي وكلو شالبو مرك حرين النبي صلى الله عليه وسلم لبضى شالبو حرى فسلمت عليه مركزا سلام ثم استدرت مركزا سأصورك سأنظر إلى ظهري مركز النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم منا وقنتيه منا قربه أسارين هاي ساسا وصوري يقول أنظر إلى ظهره لعلي أرى الخاتم الذي وصفه لي صاحبي في عمري وجدت كي ينحو أعينا أن أركو فرقشي نبي نمضى أو كصورا النبي صلى الله عليه وسلم ليس قربوض كيال. فلما رآني النبي النبي مركو أركي أنظر إلى ظهره إنان لبركيسة إنان إن لها للرعو عرف غرضي وجيت كي وفهمي فألقى رداء عن ظهري مكاسو اسكسي دجيب مردي وقربها كسي تنمي ولوكو وليك فنظرت مركاسان أركفا رأيت الخاتم فرقشي إيش شيء وركن فعرفته فانكببت عليه وقبله أبكى وأبكي مكان قرتي بمثل أن قبض العيب كد النوام أنكري أنو أوية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خبرك مش أني قاعد محو أها شيء كذا ضوي داراتي مرة تلا تنو صدق مرة تلا وهدية مرة أي ود الوريك تي ها شيء أني قاعد أقول. فقصصت عليه قصتي وركيس رمبا من شيء كبير فعجب بها النبي أب مرك أويابي وسره أن يسمعها أصحابه مني هن أب وفر حي إني أصحابتنا المقلان فأسمعتهم إياها مركزا مقشيفة وقسوا علي حال هذا إتربى الأشد حال أرنك إيمان وقزي يدنيا فعجبوا منها أشد العجب آد بأغيابا يونا وصروا بها عظم الصرور فرح آد وإن وعي فرحان إنت إن أنت مركز قلم سلمان الفارسي رنتي وحا موجينيا وحا قفك مسلم كلها قباهية قفك حقا إلا الراديو حقنا قفك انتو سدامين كنتي قاجة وايس وهرادين وعندنا كيف فهمك ردادك سواء اسلامي مركي نوع مانيا قاب باب الكلين انتا صبوك بان اقريب انتا صوت دن بان تي تتكن وسران كان لدي قلنا مرنا بوذيب وحكا الرادين ايا مرنا كونفوشيزم كي مرنا تويزم كي مرنا دين تيسا مرنا دين كلا مر ألا دين بو نقون ايا آخر كلا مركا دن بماش وكوها كان كرا ايا نقون كرت اسلام كنت هلكا وحاكم مقاتا عجائت وحاكم مقان كرتا ديمها هذا وحاجرة مركز القيبين هيفن ريليجنز أما ديمها لو يقان سماوجا وأصل كل إلهي حقي يكيمد أو جوديزم كيهودية كريستان ودين تن مسيحي كي دين تن إسلام لابد يهر إنه تحريف كل يعني والأوجه إنه بدل لكن أصل أهم ديمها وسوحي ديمة من عند الله إلهي هو أمانة ذاتك يهر إنه يستدين تا يرقي مركا وها مرحلة وها إنه يهين ذات ربانيين وضب معنا الرباني إنا إهايين لكن الربانتي إنا مساركي دينية إكاقل لعدن إله وكلمان
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. وحكروا تحريف كم موجنية مركو تحريف إيمادنا دين دون مسار كذا كم بحيسا. ولذلك مركي ورقة بالنوف والأوم مقلي النبي محمد إنه صابها صلى الله عليه وسلم وخديجي إن أذير كيدها طبعا. وأتل اللي كان يقرأ بالعبرانية دين توقت ياسنا ضد بظنه دين هسا مركا مدينة بقايا أمة هل كان مركو حين نوقف بنيسا theological argument ضد مهمة ومهمة إن الإثارة ونوقف دير تفسير كان أكاك هذا الله وأه مسيحية ذا دينة الإسلام كإنت أبدأ هسا فترة صامرت يعني مدة ووحي أن وجل وانا وقتي قال لهم عابوا اهل فدت كان ولان وحلم اهل فتره فماشي اله يقول في القران الكريم يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل وقتي رسول ان وجري سؤال سيد وجين تلا وحيتا دت كان ولا وقتي دين المسيحيه وعيسى ان محمد انت ودخي دت كان ولا يا لا حساب تميه طبعا موقت امرك اله سبحانه وتعالى انه وان امه الا خلا فيها نذير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أي راس روح موجنيا انقلاب الرسول الله دينه دين وائل جلتي إن دين جلتي وحا موجنا إن من كان هذا أو نمو بولي والله وحان وجه هبل وحان وجه هبل تلك حركة كامل مركة تفسير كمركة الله فصير قوله جل وعلا سورة السجدة سورة ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون مركة اللي ماذا نافية إن لقد لقى معها سيدة حركة بضان وماشي لديه لها إن أدودك تدد أبيوغ أن لو ديجي وعلى أن أدد أبيوغ إن أدودك تدد وحي أبيوغ لو ديجي إلا وحي بها مركة جديدة ألقى مركة وحا إيمان يسا مركة أهل فترة وعسوك لي مركة النبي قى أبيه وعسوك لي دات وقتي أن ولا دات وقتي عد انت يا لا حساب تما يا هام حي إليه سبحانه وتعالى مضيعين الدوميس مضيعين فترة وبابا وحنا موجين إن من كان هدى إليه دين تابا هبل هبل دين تايست هبل دين تايست وح كل هذا الله قاضنا دي قائد كديني آه وانحراف أوجبه وح أول لو انحرافنا وحولها ضدك أو دمرنا اعتماده إله بغض ضدك ونحن جام يقولوا بتوذب إن كان هدى وحدك أول شيء كين جل صدق أنتو كأرجل وحده جري حاجة سال الله وذا لكن إسقى ملك أرسل جري تينا وح كان دين ليش معنا تلا الدنيا وكفر ذي حيو وفي نفس الوقت يسوي ميدا انت اللي دلدلو ومركا كول مركا هدان بايح للدو لحدانا كقادان يسا هدانا نبي صلى الله عليه وسلم صفات كيسا ما إلا قاريه وأرنك هذا لكن إله قرآن فقوت الله يعرفونه كما يعرفون أبناءه ويقرانيا النبي محمد إنه النبي يهي سلم إذا سلم إلى الشهود عيال كود إبي قانا عيال كيسا قدرنا مكا مرة إلهي وتنبه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قرآن كتبة المعمل نبي صفات كيسئين كو قرانيا كتبته لأن كو قرانتا وحكى الله دعنا أي إله سبحانه وتعالى إن الليها ولما جاءهم مركوئي من رسول ما عرفوا به مثلا أستانه مركا يقرتين كفروا به إيه هو قالوا لكن أستانتي صفات كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركا ويقرنين هل كان مركا وحي موجين إيسا دين النبي محمد دين حقا إنا أهي سلمان الفارسي وحو انت تاسو صعدا الكجري حقا سورة دين إن إله سبحانه وتعالى وافجي وانا وافجي سلمان الفارسي وننك إلهي ومضم أكوبة باديب صنف كشناد غزودي خندق مركي دقالك هو انت وإسباهيسي وعرب ودنبا ما شيء جوكتر انت كتيميد يقول له مر ان كلي قبل ان كسرنا نبي محمد بن شيخي صلى الله عليه يدو ما لا قبل لا انا لهين عربنا انا اقوني تكتيك الدغالك سيده ليسو دفاعو نين سيف قاطه يو فردفو لو دغال ما ليقان لكن تكتيك فربما لو حجر حرب يو اللي اسكو دفاعو وهو سلمان الفارسي نيكا كان هندسها يقول يا رسول الله ارض فارس مر كان جوبني واحترنج للي خندق قد بام قدن جنواتي مر قد كل قضي واتي النبي صلى الله عليه وسلم سوق رفته واتي له كساء وكلا دلاع واتي ماشي الجلان شيء كذا بريء وعكرمة أيام حنكو جان دونا دورك وخندق وقبطي مالك أي جلان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أساميه س إنه سن صدق هذا عنهم إنه ما أردت صلى الله عليه وسلم هدية وقاته إن ما أردت النبي صلى الله عليه وسلم على مدى أوليه أهل البيت كنا صدق معهم
sida markaa laga fahmay nusuusta kale. Fasalaamun calaa salmaan alfaarisiyi, nabadgelyo dushiisa Allah yahay. Yowma qaama yabxatu can alxaqi fi kulli makaan, maalinka uu istaagay inuu xaqa meel kasta uu jiro uu ka raadiyo. Wasalaamun calaa salmaan alfaarisiyi, yowma carafa alxaqa fa aamana bihi awthaqa aliimaan, maalinkuu xaqa markuu gartay uu sida ay tahay ee xoogga badan u rumeeyey. Wasalaamun calayhi yowma maat, maalinkuu dhintana Allah u naxariiso. Wayowma yubcau xayan, maalinka lasoo saari doono isagoo nool. وإلهنا بالله التوفيق.